أحوال جوية غير مستقرة تتأثر بها المملكة. التفاصيل بعد قليل. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم بدأت المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة، وانتشرت كميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية الارتفاع، وهطلت زخات من الأمطار في بعض مناطق المملكة. خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال ساعات المساء نهار اليوم الأحد، يتوقع أن تستمر فرص هطول زخات الأمطار. قد تكون رعدية في بعض المناطق وتستمر فرصها حتى يوم غد الاثنين، مع درجات حرارة تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات كبيرة من الغيوم، هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي وتدفق لكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية من القارة الإفريقية باتجاه شرق البحر الأبيض المتوسط. بسببها انتشرت هذه الكميات من الغيوم العالية والمتوسطة، والتي عملت على هطول زخات من الأمطار في بعض المناطق. تفاصيل أكثر حول الأمطار نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة في عموم دول شرق البحر الأبيض المتوسط اعتبارا من نهار اليوم الأحد وحتى يوم غد الاثنين. أحوال جوية غير مستقرة في عموم شرق البحر الأبيض المتوسط بما فيها الأردن وعموم منطقة بلاد الشام. زخات من الأمطار تكون الأفضلية لها فوق مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، لكن خلال ساعات المساء يتوقع أن تتحسن فرص هطول زخات الأمطار في أجزاء واسعة من المملكة، وتعطل كما ذكرنا زخات من الأمطار قد تكون رعدية في بعض المناطق، قد أيضا تترافق بغزارة عالية في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة التي استعمل على حدوث السيول وأيضا جريان الأودية. تستمر هذه الفرص الأمطار خلال ساعات الليل مع تراجع قليل في شدتها في عموم المناطق، على أن تعود فرص هطول زخات الأمطار من جديد مع ساعات مساء أو صباح يوم الاثنين، وتتراجع فرص هطول زخات الأمطار اعتبارا من ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء، ويبدأ الطقس يميل للاستقرار مجددا مع انخفاض واضح على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاث أيام القادمة نبدأها من يوم الاثنين. تبقى المملكة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، زخات من الأمطار متوقعة مع 24 درجة مئوية، كحرارة عظمى أما الصغرى 16 درجة مئوية. يميل الطقس الاستقرار تدريجيا يوم الثلاثاء مع انخفاض واضح على درجات الحرارة، 22 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 13 درجة مئوية، وطقس صافي يوم الأربعاء مع 22 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما ليلا تنخفض لتسجل 14 درجة مئوية مع أجواء رطبة بشكل عام. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تكون الأحوال الجوية غير مستقرة، هناك فرصة واحتمالية لهطول زخات رعدية من الأمطار، 16 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 15، الرطوبة حوالي 70%، والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم الاثنين نبدأها من المنطقة الشمالية، استمرار الأحوال الجوية الغير مستقرة، زخات من الأمطار قد تترافق بالرعد في بعض المناطق، المفرق 25 إلى 16، إربد 25 إلى 18، جرش 24 إلى 18، وعجلون 24 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أحوال جوية غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار في بعض المناطق، الزرقاء 25 إلى 17، عمان 24 إلى 16، البلقاء 25 إلى 17، مأدبة 26 إلى 16، والبحر الميت 32 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا أحوال جوية غير مستقرة، الكرك 27 إلى 17، الطفيلة 24 إلى 16، معان زخات رعدية من الأمطار 28 إلى 18، الشوبك 23 إلى 15، والعقبة 33 إلى 23 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية أيضا أحوال جوية غير مستقرة، الأزرق 27 إلى 15، الصفاوي 26 إلى 13، أمر وشد رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مع فرصة زخات من الأمطار 28 إلى 15 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشاطنا، للقاء. الاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدر سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.